فمن العيب أن يعيش المسلم منعما في هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ثم يمضي إلى ربه عز وجل ولا يخلف أثرا، ولا يخلف أثر. شحال من واحد كيعيش في هذه الدنيا ثم يموت ولا يخلف أثر، ما خلى والو، لا يذكر بشيء، وإنما كان همه إشباع غريزته أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يتناسل. هل هذا كل شيء؟ إن ربنا عز وجل لم يخلقنا لهذا، وقد صرح بذلك في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ومن جملة العبادة أن تخدم دينك وأن تقدم له ما به يعلو ويسمو وينتشر ويستمر، هذا لابد منه. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بذلك أحسن قيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة نوح. إذن نوح عليه السلام دعا قومه واستعمل جميع الوسائل وجميع الأساليب من أجل نشر التوحيد ومن أجل إصلاح ما اعوج من أخلاق قومه، وبذل في ذلك الغالي والنفيس، ولم يستثني لحظة من لحظات عمره. فسيدنا يوسف عليه السلام ما نسي الدعوة إلى التوحيد، ولذلك بدأ بها. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك عبر لهما الرؤيا التي رأياها. إذن قضية الدعوة ليس لها زمان وليس لها مكان وليس لها ظرف، وإنما المسلم يجتهد في خدمة هذا الدين، ويجتهد أول ما يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد. وهذا في الحقيقة لا نمل من تكراره، لأن الناس قد غفلوا عن ذلك غفلة شديدة. كثير من الناس الآن يقول لك: وعلاش الدعوة للتوحيد؟ ندعو إلى مكارم الأخلاق، ندعو إلى فضائل الأعمال، ندعو إلى الصدق، ندعو إلى الأمانة. نقول: هو كذلك، وإذا دعونا إلى التوحيد فإننا ندعو إلى ذلك وزيادة. فالتوحيد هو الصدق، فالذي يشرك مع الله غيره هذا غير صادق في توحيده، والذي يصرف العبادة لغير الله هذا غير صادق في إيمانه. فالدعوة إلى التوحيد تأتي على كل ذلك. فلذلك كانت الدعوة إلى التوحيد مهمة الأنبياء، وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فلا بد أن ندعو إلى التوحيد وأن نركز على التوحيد وأن نحذر الناس من الشرك ومن التعلق بغير الله عز وجل، بالأشجار، بالأحجار، يعني الأموات، كل هذا ينبغي أن يبينه أهل العلم، وكل من علمه من عموم المسلمين يجب أن يقوم بذلك، لأن الأجر والثواب عظيم. ويكفي أن تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه غداة خيبر لما أراد أن يعطيه الراية، القصة المعروفة، فقال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم،
خير لك من حمر النعم. إلا تهدى على يدك رجل واحد، هذا خير لك من الإبل الحمراء التي هي أنفس ما للعرب. طيب أنت يا عبد الله اليوم ترى من قرابتك بل وربما من أهل بيتك وربما من قبيلتك وعشيرتك من يرتاد هذه المواسم، ومن يطوف حول القبور، ومن يرجو بركتها، ومن يستغيث بها، ومن يعني يتمسح بها، ثم لا تحرك ساكنة وتقول هذا أمر توارثه الناس ونشأوا عليه. إذن ما هو دورك؟ أين خدمتك لهذا الدين إذا كانوا هذا الناس توارثوا هذا الأمر؟ طيب أقوام الأنبياء الذين بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ألم يكونوا على هذا؟ طيب علاش الأنبياء قاموا دعوتهم؟ علاش تاهوا ما هذوك الأقوام ديالهم؟ راه لقوا هذاك الشيء وجدوا عليه الآباء والأجداد فليتركوهم وما اختاروا. لا بد يا عبد الله أن تقيم الملة العوجاء، لا بد أن تقيم الملة العوجاء، وأن تنصح الناس وأن تصحح عقائدهم وأن تبين لهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تدعوهم إلى السنة، وأن تحذرهم من البدعة، وأن تدعوهم إلى الطاعة، وأن تحذرهم من المعصية. والله لو أن الناس نظروا إلى المشركين وما يبذلون في سبيل دينهم الباطل، وكيف يتركون النعيم ويتركون الدعة ويتركون الراحة ويتركون ما كانوا يتمتعون به في بلادهم، وطبعا بلاد الغرب تعلمون أنها يعني يتوفر فيها ما يحتاجه الناس، يعني هذه الأمور اللي هي الناس كتطمع فيها راه كاينة في بلاد أوروبا وبلاد أمريكا في أستراليا، يعني البنية التحتية ويعني والتعليم والصحة والمسائل، هذا الشيء كل شيء متوفر. فيترك الناس ذلك ويأتون إلى أدغال إفريقيا، ويأتون إلى الجبال، ويأتون إلى السهول، وينشرون دين النصارى بين المسلمين وبين المشركين من البوذيين ومن الهندوس ومن غيرهم. علاش؟ لأنهم يعني يتحركون رجاء ما عند الله عز وجل، راهم بغاو داك الشيء اللي عند الله عز وجل، ولكنهم أخطأوا الطريق، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وأنت يا عبد الله الذي تعتقد أن الدين الذي تنتمي إليه هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده، ومع ذلك تبخل بالدعوة إليه. قضية أنتم كتعرفوا الآن جهود ديال المنصرين وجهود الروافض، شحال دابا ديال القنوات ديال النصارى الآن، الناس اللي تبتلوا عندهم هذه الأطباق الآن، شحال من قناة ديال نشر تنصير الأحسن، شحال ديال المجلات، شحال ديال الدوريات، شحال ديال المواقع، شحال ديال الصفحات على وسائل التواصل، وشحال ديال الإعلانات التي تصل هكذا بطريق عشوائي إلى المسلمين، يعني المسيح الذي يخلصك وكذا. وبعض الناس قد تستهويه تلك العبارات وتلك يعني الأمور التي تقدم بطريقة جذابة، يوزعون الكتب والأناجيل ويوزع في المطارات وفي الموانئ، لا يبخلون بجهد ولا وقت ولا مال. كذلك الرافضة، كذلك أهل الأهواء، شحال من قناة شيعية الآن، شحال من قناة شيعية تنشر التشيع في بلاد المسلمين بشتى اللغات، باللغة الفرنسية وباللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وباللغة العربية، ووصلوا إلى أمور لم يكن يتصور إنسان أن يصلوا إليها. الآن يعني إفريقيا يعني فيها بلدان يعني صار فيها التشيع واقعا معيشا لا يستطيع إنسان أن ينكره، بنوا يعني تلك الحسينيات وخرجوا بتلك المسيرات في حفل عاشوراء وغيره. يعني شوف الناس كيف يبدلوا. والآن من كتجي عند المسلمين كيقول لك ودي واحنا بارك بلا ما نهضروا في قضية التوحيد راه باين، وسمعت الآن يعني بعض الجهلة كيقول لك وديما انتم من كتجي شي ذكرى ديال المولد كتبقاو تهضروا على المولد وكتكثروا فيه وكذا وكذا، ايوا هضروا في شي حاجة ديال الإلحاد وكذا. يعني دابا الإلحاد ولا موضة، يعني من يتكلم في الإلحاد فهذا هو يعني الداعية الذي لا يشق له غبار، أما من يدعو إلى التوحيد فأمره هين. يا عبد الله إن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء، هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فعليك أن ترفع رأسك بذلك، وعليك أن تدعو إلى السنة، وعليك أن تحذر من البدعة. ولله در الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما كان يتكلم بالسنن، و
يرمي بذلك في وجوه خصومه من أهل الأهواء والبدع، وكيقولوا له دابا أنت علاش كتقول كذا كذا، يقول لهم اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت. الناس اللي كيقول لك دابا بلا ما دير هذا بلا ما تتكلم في البدع، واخا والبدع راه كيتكلموا فيها الناس ولا لا؟ علاه الان ما كتجيكش انت رسائل كيقول لك ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي وكذا وهذا التعظيم وهذا التعظيم؟ طيب الى جا شي عام وقلنا الناس راه فهموا وما باقيش حتى شي واحد كيحتفل والعيب والعار علينا الا بقي كنتكلموا في هذه البدعه هذه، غادي نقول هذه مساله كذا. ولا جينا صافي قضيه بدعه القراءه جماعه ما بقاتش، ما باقيش نتكلموا عليها، نقولوا راه نمروا لوحده اخرى. ولكن هذه البدع تنتشر، وانما يراد لنا ان نسكت عن هذا كي ينتشر الباطل وكي تنتشر الاهواء وتنتشر البدع، لان البدعه تحل محل السنه كما قال بعض السلف ما احدث قوم بدعه الا نزع من دينهم مثلها. راه كتجي البدعه وكتحيد السنه. انا غادي نختم غير بقصه غير اشاره، ما غادي نقرا لكم كاع الايات، غير قصه الهدهد باش تعرفوا الغيره على التوحيد. هذه قد تعدت بني الانسان، طائر صغير يعني لا وزن له بين الكائنات ومع ذلك غار على التوحيد، وما انتظر ان يامره سليمان عليه السلام بهذا الامر. يعني هو ماشي غادي في مهمه او تكليف او ان يعني نبي الله سليمان امره ان ياتي سبأ، وانما اتى الى سبأ ونظر اليهم ووجدهم مشركين ورجع اليه يخبره بذلك. يقول الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. لاعذبنه عذابا، في التفسير كيقولوا العذاب الشديد هو ان ينتف فريشه، غادي نشدو غادي ننتفو. علاش؟ لانه ما حضرش يعني نبي الله سليمان يستعرض جنده، يعني الـ يعني الـ البشر والملائكه يعني البشر والجن والطير وكل شيء كانوا يعني تحت امرته، حتى الريح سخر الله عز وجل لسليمان. وافتقد طائرا صغيرا، افتقده هذاك الطوير الصغير غايب وافتقده، فين هو هذا؟ علاش ما حاضر بحاله بحال بقيه الجند؟ اما ان ياتيني بسلطان مبين او اعذبه او اذبحه. قال فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اذن هذه المراه اوتيت من كل شيء، يعني اعطاها الله عز وجل نعما كثيره ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن هذا الهدهد غار على التوحيد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر الهدهد نهى عن قتله، يعني هذا من الطيور التي ينهى عن قتلها.